أما راوي الحديث فهو أبو هريرة عبد الرحمن بن صخر الدوسي رضي الله تبارك وتعالى عنه، أسلم في أو هاجر في السنة السابعة من الهجرة في أولها، وتوفي في سنة 59 على المشهور من هجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، ودفن في البقيع، وهو أكثر من روى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقال له راوية الإسلام. دعا له النبي صلى الله عليه وسلم بأن لا ينسى وأن يحفظ حديث النبي صلوات ربي وسلامه عليه.